السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيدة وعلى ما يرام ان شاء الله. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي يكون عبارة عن كيفية تحضير مركز الفراولة او لو كونسونطري دو فريز. هذا المركز هذا اللي غادي نحتاجوه باش نحضروا به العصائر لي تشيز كيك باش نزينوا بهم الفوق او لي ديسير ديالنا. يمكننا اننا نحتفظوا به في المجمد لمدة ديال عام وفي الثلاجة، يعني الا بغينا نحتفظوا به غير في الثلاجة ما ننصحكمش انكم تفوتوا 48 ساعه لانه من بعد غادي يحمض. والان قبل ما نمروا لتحضير الوصفه نتمنى انكم تشتركوا في القناه الا كنتوا باقي ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس، لازم تفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. والان غادي نمروا لتحضير الوصفه. المقادير اللي غادي نحتاجهم لتحضير هذا مركز الفريز، هنا كنستعملوا ثلاثه ديال المكونات اللي عندنا: الفريز، السكر والحامض. انا هنا بالنسبه عندي 2 كيلو ديال الفريز اللي رقدتها شويه واحد المده ديال 5 ديال الدقائق في الماء والخل باش غسلتها. هنا عندي 300 غرام ديال السكر سنيده، وهنايا عندي واحد الحامضه اللي غادي نعصرها. هنا هاد الحامضه ديالنا غادي نعصروها باش نديو غير هذاك العصير. هنا غادي نضيفوه على الفريز ديالنا، وغادي نضيفو كذلك هاد الكميه هادي ديال السكر. وهنايا غادي نخليوه واحد المده ديال 3 ديال السوايع حتى يطلق لنا الماء هاد الفريز هذا، عاد غادي نتلاقاو باش نمروا ونمروا المرحله الثانيه. وهنايا من بعد ما مرت هذيك المده، انا هنا خليته صراحه خليته ليله كامله. يمكن لكم تخليوه يعني 3 سوايع كافيين، ولكن ليله كامله كما كتلاحظوا معايا هنا كيطلق هذاك العصير ديالو. شوفوا هنا معايا يعني تلقي واحد الكميه اللي هي مهمه ديال العصير. الا خليتوه يعني 3 سوايع ما تشي تلقى لكم كاع هاد الكميه هذه. وهنايا غادي نمر باش نوضعوه في واحد الطنجره. ومن بعد غادي نردوه فوق النار، من يبدا يغلي غادي نحسبوا له 20 دقيقه، يعني حتى يبدا يغلي لنا، ماشي نحسبوا 20 دقيقه يعني المده اللي غادي نوضعوه فوق النار، لا نوضعوه فوق النار ونخليوه حتى يبدا يغلي هذيك الغليه الاولى، ومن تما عاد غادي نحسبوا 20 دقيقه. وهنايا من بعد ما طابنا الفريز ديالنا، هنا غادي نمروا باش غادي نطحنوه. هنا اختاريت نطحنوه في هاد الطحانه ديال اليد باش هكا يعني هذيك الزريعه الحبيبات ديال الفريز ما تفوتش. اما يمكن لكم يعني تطحنوه بالطحانه العاديه. وهنايا من بعد ما طحنا غادي نخليوه حتى يبرد تماما، نديروه في واحد البواطه وندخلوه للمجمد. بهذه الطريقه ديال المجمد يمكن لكم تحتفظوا به لمده ديال عام. اما اذا كنتوا باغيين تحتفظوا به في الثلاجه، هاد الطريقه هذه يعني كتحتفظوا به 48 ساعه اي يومين فقط باش ما يحمض لكمش هذا الفريز. ولهذا غادي نخليوه حتى يبرد مزيان وندخلوه للمجمد في واحد الباطه اللي كنغلقوها، يعني تكون باطه محكمه الاغلاق. وبهذه الطريقه هذه يعني هاد لاصوص او هاد المركز ديال الفراوله يمكن لكم انكم تزينوا به حتى الحلويات ديالكم، يعني لي تارت او لي ديسير. وهو المركز ديالنا ديال الفراوله من بعد ما وجد، يعني كنديروه في المجمد نحتفظوا به، يعني كيكون صابح على هذا الشكل هذا. وهذا المركز هذا يمكن اننا نحضروا به يعني عصائر، او كذلك يعني نزينوا به طرطات او لي تشيز كيك. يعني كندخلوه شويه في الميكرويف نخليوه يذوب واحد شويه، ومن بعد غادي نحضروا به الوصفات اللي بغيناهم. وهنايا غادي نمروا باش نحضر معكم بعض العصائر. هنا في العصير الاول ديالنا غادي نحتاجو فيه المكونات التاليه. هنايا عندي كاس ديال الماء، عصير ديال 2 حامضات ما دي يعطينا واحد نصف كاس. هنايا عندي كاس ديال البرتقال وشويه ديال الاناناس، وما نساوش كذلك بطبيعه الحال المركز ديالنا ديال الفريز.
هنايا غادي نوضعوا جميع هاد المكونات هادو في الطحانه ديالتنا. انا هنايا الماء غادي نضيف واحد الكاس ثاني باش تخرج لنا واحد الكميه اللي هي وفيره بهاد المكونات هادو. وهنايا غادي ندير زوج معالق ديال مركز الفراوله. نعاود نذكر معكم بالمقادير اللي احتاجتهم لهذا العصير. احتاجت جوج كيسان ديال الماء، نصف كاس من عصير الحامض، كاس كبير من عصير البرتقال، ونصف واحد الحبه ديال الاناناس، يعني حبه صغيره ديال الاناناس، والماء جوج كيسان. العصير الاول ديالنا ها هو وجد. اما بالنسبه للعصير الثاني غادي نحتاجو 3 ديال الكيسان ديال الماء، 3 ديال الحبات ديال الكيوي. هنا عندي جوج عصير ديال جوج حامضات معصورين، و 3 معالق ديال الفريز. غادي نوضعوا جميع المكونات في الطحانه. وغادي نطحنهم كامل. العصير الثاني ها هو وجد كذلك. وانتما كتبقى لكم يعني الاختيار على الكثافه، واش تزيدوا 3 ديال المعالق ولا 4 ديال المعالق ديال الفريز. وهنايا للعصير الثالث غادي نحتاجو حبه ديال البنان، زوج كيسان ديال الحليب، ومركز الفراوله. الا كان عندكم مكعبات التلج كيكون احسن، ولكن انا هنايا للاسف ما عنديش. هنا في الطحانه ديالنا غادي نوضعوا الحليب، نوضعوا البنان ديالنا، وهنايا غادي نوضعوا 3 ديال المعالق من مركز الفراوله. هنا غادي ندير بضعه باش يعطينا داك اللون الاحمر. نفضل انني ندير 4 ديال المعالق باش يجينا هاد الميتشا كيجينا بارد ومزيان. ولهذا قلت لكم الا كن عندكم يعني مكعبات ديال الثلج لي غلاسون كيكون احسن هاد الميتشا. وهنايا الميتشا ها هو وجد. وهنايا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفه. وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه الا كنتوا باقي ما اشتركتوش، وتركوا لي اعجاب وشجعوني بلي لايك باش هكا نزيدوا القدام ان شاء الله، ونشارك معكم وصفات اكثر واكثر. وهنايا غادي نضرب لكم موعد في فيديوهات واحدين اخرين ان شاء الله. الى اللقاء.